فارس شو بك تراك؟ ما بو شي. ورجيني لشو؟ شو ها؟ متخانق مع حدا؟ ماما هلا انت كيوم بدك تصدريني؟ بعدين انا شو بدي لحق لك صداري ولا صبابيت ولا قلم؟ يلا فارس احكي لي شلون انشقت صدريتك. ماما رين انت فوتي على اوضتك هلا. يلا حبيبتي. وانت يا بطل احكي لي هلا شلون انشقت صدريتك. تخانقت انا واحد رفيقي بالمدرسه. ليش ماما؟ لانه كلنا ما حدا بيحبوا المدرسه. ابوك عم يشيل الشرطه عم يحاول معه. شو هاي؟ ابوك عم يشيل الشرطه؟ طيب ماما مين حكى لك هالحكي؟ واحد من رفقاتنا. ابوه بيعرف القصه كلها وهو اللي حكى لنا. يا عيني عليك. طيب بركي كذاب. بعدين انتو شو لكم دخول بهيك مواضيع؟ ايه ما بيصير. بركي ابوه طلع عامل شي عمله بصير هاد يكون رفيقنا. شوف ماما انتو بالمدرسة كلكم رفقة وما لكم علاقة بقضايا الكبار، خاصة انه ما حدا بيعرف الحقيقة. فارس انت بتعرف ليش ابوه انسجن؟ اذا هذا صحيح طبعا. يعني ممكن تكون الحكاية كلها كذب بكذب؟ ممكن. وقتها شو بيكون موقفك من رفيقك اللي اتهمتوه بابوه؟ وهيك يا عمو تجمعوا على عمر وهات اهانات وكلام بلا طعمه. وحزير حزير يا عمو مين كان على راسهم؟ كان على راسهم ابن ابنك المحروس فارس. صحيح يا عمر. هي نعم جدو بس انا ما سكتت له. وشو عملت؟ هجمت عليه وعلقنا بخناقه طويله عريضه. انت وفارس؟ لكان انا ومين هو يلي عمل رئيس العصابه؟ شو عصابه وما عصابه انت الثاني يا جدو؟ اولا انتوا اولاد حاره وفوق منها رفقه مدرسه يعني اهل. يا ريت يا عمو تقول هالحكي لابن ابنك فارس. هدول صار لهم اسبوع على هالحاله، كل يوم خناقه ونازلين بابي يا صفتك يا نعتك. جدو عمر تعال. جدو شوف شو بيعجبك من هدول اللي عليها؟ ايه؟ ايه يا بنتي. وشو صار بعدين بمشكلة ابوكي؟ مشكلة البابا صابحة ماسية والمحامي قالنا اليوم بإذن الله بيكون بالبيت. يعني براءة ان شاء الله؟ طبعا براءة. انت بتعرف البابا بعمره بحياته ما اشتغل هيك شغلة. الشهادة لله ابدا. وانا كنت عارفان من الاول انه في حدا مدبر له هالمقلب. عمو لو سمحت إذا بتريد بدي منك تشد له إذنه لفارس. ولا يهمك يا بنتي. إيه جدو أنا اللي عجبتك؟ إيه جدو. إيه خدها هي هدية إلك. شكرا جدو. وإنتي يا بنتي الله يرضى عليكي بس يطلع أبوك يوصل على البيت ابقوا خبروني. إن شاء الله. يلا بخاطرك. مع السلامة. فارس شايفتك ما عم تكتب بوظايفك. مشغول بالي. مشغول بالك ولا ندمان على عملتك مع عمر؟ يلا ما بقي غيرك تحكي. ماما بهدلتني وبابا من شوي لا خلا ولا بقى. ولسه جدو عنده الوعى الكبيرة. يا سلام. بس وينك؟ صحيح جدو كلامه تقيل بس جدو بيجرح وبداوي بنفس الوقت. بتعرف فارس شو؟ بتمنى كل يوم تعمل لك شي عملة يسود وشك فيها حتى جدو يحكي لنا حكاية. بتسلي ما هيك؟ بتسلى وبعرف من الحكاية قديشك بتكون غلطان. بس النور. اهلين بابا. بتعرف يا محمود شو صار بقضية ابو عمر؟ لا بابا من زمان ما سمعت عنه شيء.
فارس؟ نعم جدو. رفيقك عمر لساته عم يداوم معك على المدرسة؟ ما قلت لي رفيقك عمر لساته عم يداوم معك على المدرسة؟ ايه نعم جدو عم يداوم. ادير بالك جدو، ها هذا ابوه ورفيق ابوك متربيين سوا، وجدو كمان الله يرحمه كان رفيق، يعني صحبة عمر وولاد حارة واحدة. شبك ماما؟ ألو نعم، أهلين سهلين. أهلين أهلين، الله يخليكي، الحمد لله. كيف؟ الحمد لله على سلامته، يهنيك بالسلامة إن شاء الله. أبي إيه موجود؟ دقيقة. أم عمر بدها إياك. أم عمر؟ بيظهر أفرجه عن أبو عمر. هات بشوف. ألو نعم. أهلين أهلين وسهلين أختي أم عمر. صحيح؟ الحمد لله على ألف سلامته يا رب. إيه طبعا طبعا، لك الحق دائما هو اللي بينتصر. إيه نعم. لكن وينك أم عمر؟ بس يصل بالسلامة على البيت بتسلمي لي عليه كتير كتير، مشتاقة جدا. وأنا بكرة إن شاء الله بمر لعندكم. طيب طيب، مع السلامة. شو وين فارس؟ أكيد راح الحمام. إيوه جدو، فارس هرب لما عرف إنه اللي على التليفون أم عمر. أنت سكتي وما دخلت. ريم؟ نعم جدو. بدك تسمعي حكاية ظريفة الليلة؟ ده سؤال يعني؟ لك روحي نادي لأخوك مشان يجي يسمعها معنا، يلا لشوف. أنا هون جدو. شو شايفك ساكت؟ من عندي أنا يا جدو الحق معه شي بيخجل، بس هذا اللي عملته مع رفيقك عمر نحن بنقول عليه عيب. على كل اللي حتى اوضح لك اكثر، راح احكي لك حكايه كثير قريبه من اللي صار معك. تعال شوف.